هي اغنيتك. هذا واحد السيد كي حماق على انا فيما صاحبي. يا سلام مرحبا، احنا كنحماقوا على مستمعين بحالكم. دابا بغيت واحد الاغنيه ديال اي لاف يو. عندكم اسبوع دفوه، عرس، خطوبه، انيفرسير، حفله نجاح. ام اف ام روعه، يا سلام وتبارك الله عليكم. ام اف ام ديما فرحانه معاكم. الله و الا بغيتي تهدي اغنيتك لحبابك وصحابك مع اسامه افقير. دابا نايضال حي حاله، ما بغيتي تهدي تفضل اهدي اغنيتك. ام اف ام ديما فرحانه معاكم. باش تشاركوا معنا اتصلوا بنا او بعثوا اس ام اس الى رقم 5054. وغنمشيو دابا نسمعوا الفنان اللي غنحتفلوا بعيد ميلاد ديالو اليوم واللي هو هذا. معكم حاتم عمور، وحتى انا كنهدي الاغاني ديالي للمستمعين ام اف ام مع اسامه افقير. شكرا. انا الاول واحب المركز الاول، أنا الأول ولا أرضى غير بالأول، في كلامي كلاس بحب أطول، في كلامي كلاس بحب أطول. ألو، السلام عليكم خويا حاتيم. خويا حاتيم. وي حبيبي، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، بقى معايا. حلوة يا حاتيم، سنة حلوة يا حاتيم، سنة حلوة، سنة حلوة يا حاتيم. يلا عيد ميلاد سعيد، مش ما كتمنى ان شاء الله خويا حاتيم عمور، بالصحة والسلامة وكل المتمنيات، ودائما تكون تألق. الله يبارك فيك يا أسامة، ميرسي بوكو خويا، مفاجأة جميلة. الله يعطيك الخير، شكرا لأنا فاهم ومستمعين فاهم. مرحبا بك، كل شيء بخير، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يرحم أمالي الله وحفظه. الحمد لله كل شيء بخير. بوحاتي معمور كنقول لك شويز انيفيرسير وعيد ميلاد سعيد، وماشي انا بوحدي اللي غنقول لك عيد ميلاد سعيد، حتى المستمعين الكرام حتى هما غيقولوا لك عيد ميلاد سعيد. لي فانز ديالك راهم ما كينتظروا هذه اللحظه هذه، وكيتصلوا عبر الارقام الهاتفيه 0522 30 30 00 او 0522 31 33 33. وغادي نمشيو ناخذوا المكالمات ديال المستمعين الكرام باش نهنئوا خويا حاتيم عمور بالعيد الميلاد ديالو اللي داز في 29. وعيد ميلاد سعيد مره اخرى، نمشيو ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم. انقطعت المكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شكون اللي معايا؟ ديال السي اسامه. الله يحفظك بارك الله وفي كل شيء بخير. دخل الحمد لله، معك عبد الرزاق من مدينه الزنيده من اقليم شيشاوه. مرحبا بك عبد الرزاق اقليم شيشاوه. عرفتي شكون اللي معنا اليوم؟ معنا الفنان حاتم عمور، الفنان تاعنا الكبير. ها هو معك دابا مباشره. وي انا حاتم. الو مساء الخير، مساء النور، صافا لاباس بخير؟ ولد عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك، عنا عليك بالصحة والسلامة، ميرسي بوكو. رانا من المعجبين تاع حاتم. الله يحفظك، الله يحفظك، نهار كبير هذا والله العظيم. هيا نتعاون ان شاء الله. الله يسامحك كذا، واش دابا كنهضر مع شنو اسم الكريم؟ ها؟ السمية، السمية ديالك؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق، عبد الرزاق، سميتو عبد الرزاق. شكرا ميرسي عبد الحاتم، وعيد ميلاد سعيد، نتمنالك عيد سعيد. قال لك شحال عندك من عام؟ شكرا. عندي 15 عام. عنده 15 عام. اخويا الله يحفظك، الله يطول عمرك اودي، والله ينجحك في الدراسه ديالك، وشكرا على الاتصال ديالك، ميرسي بوكو. هذا واجب اختي فاتن. مرحبا بك، شكرا لك عبد الرزاق، سلمي على العائله. غنمشيو مباشره للواتساب، معنا مستمعه في الواتساب. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كلشي بخير؟ لاباس. اسامه. الله يحفظك بارك الله وفيك، شكون اللي معايا؟ امل من بني ملان. امل من بني ملان، مرحبا بك امل، سمعك راه مدينه بني ملان، كلشي بخير؟ كي داير بني ملان؟ مزيان. امل لاباس الحمد لله، بارك الله عليك. او معك حاتيم. الو السلام عليكم، انا خصي تخطاخ. لاباس عليك، لاباس كلشي بخير؟ الحمد لله كبير، انت مزيان. جويز انيفيرسير وتوفيق العقبه ل 100 سنه ان شاء الله، مزيان العطاء والتعلق، وراك ديما طوب وبوكو غاج اليوم عندك سهره في ميسور، حنا ديما متبعينك وكنتمناو لك التوفيق في جميع السهرات تاعك وفي المسيره تاعك، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك أمال، شكرا بزاف على العائلة كاملة اللي كنحبها بزاف. تبارك الله أمال، ديما كتبعيني الحفلة ديالي. شكرا.
بون شكرا بزاف. شكرا لك امال وتبارك الله عليك. غادي نمشيو لمكالمة اخرى. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكون معايا؟ وعليكم السلام. معك اسامة بن ملال. اسامة؟ اه اسامة بن ملال. كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. انت بخير؟ كلشي مزيان الله يحفظك بارك الله وفيك. اليوم عندنا العيد ميلاد ديال حاتم عمور. اييه دوزو ليا. اه ندوزوك بلاتي بقى معايا. اه هو معاك. صباح الخير لاباس. السلام عليكم خويا حاتم. بخير؟ بخير بحال هكا. معك اسامة. معك اسامة من العائلة العمورية. وايا انا استاذ حبيبي. لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. الله يحفظك. عيد ميلاد سعيد خويا. واش متمنيتي ان شاء الله؟ الله يسلمك. شكرا لكم اخويا. شكرا لك بزاف. الصحه والسلامه ان شاء الله. انت والوليدات. امين امين. بارك الله عليك ان شاء الله. الله يحفظك. تبارك الله عليك. شكرا حبيبي. شكرا لك اسامه. وتحياتنا مستمعي الكرام بمدينه بني بلال. غناخذوا جوج ديال المكالمات ونمشيو ونخليو خويا حاتم عمور يرتاح لانه عنده اليوم السهره. ياك ابو حاتم. اكزاكتومون. كنبغي نوجه تحيه كبيره للمهرجان ميسور اللي اليوم كيحتفل بدوره 13. انا حاضر اليوم لاول مره في هذه المدينه الجميله. يلاه وصلت اليوم. الجمهور اكثر من رائع. ترحاب كبير. وكنتمنى اليوم الحفل ديالي يكون من انجح الحفلات ان شاء الله. وكنوعدهم ان شاء الله اللي كيسمعونا دابا من ام اف ام من ميسور كونوا في الموعد اليوم ان شاء الله على الساعه 10 او 9 ونصف ليلا ان شاء الله. انا وشرف كبير انا يكون معايا سوغ سين الفنانه محمد رضائي لميه الزيدي حمزه البيض اللي كان نهار كبير انا اللي تجمعت معهم طبعا. وكنقول لكم كونوا في الموعد تكون حفل كبير كبير. وانا غادي نكون ان شاء الله في منصه الخشبه مع الساعه 11 ليلا ان شاء الله. ماشي حفل كبير وطويل ان شاء الله. ان شاء الله غادي نمشيو ناخذوا مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ اش اخبارك اخويا اسامه؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك بارك الله فيك. انت مزيان؟ بخير الحمد لله. تحياتي ليك وتحياتي لكل الطاقم من فيم وتحياتي لخويا حاتم عمور. هو معاك. شكرا. ذكرنا بالسميه ديالك والمدينه. حسن من بولمان اخويا. حسن من بولمان خويا حسن. ما عطيناك الفريكونسي ياك ديال بولمان. ما سمعتوش اخويا اسامه هذيك النهار. والله ما سمعته بالله. عطيتك الفريكونس. لا قلت لك خليه ليا في التعليق ولكن اصلا ما كنتش كنستمع للاذاعه داكشي علاش. مرحبا بك. هو معك حاتم. اهلا وسهلا خويا حاتم. اش اخبارك؟ الله يحفظك. غتجي اليوم الحفله راه بول ما قريبه. خويا حاليا دابا كنتواجد في مدينه فاس. معني كي غندير ما عندي الخبار للاسف اخويا حاتم. ايوا ماشي مشكل. المره الجايه ان شاء الله. وسيدي عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير. وكنتمنى لك ان شاء الله المسيره موفقه خويا حاتم. وتبارك الله عليك. شكرا. شكرا خويا بزاف. ميرسي بوكو خويا حسن. الفريكونس في بولمان 92.2 قيد عندك. يلاه شكرا اخويا اسامه. والله يعاونكم اخويا. مرحبا. شكرا لك على اللقاء. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو مساء الورد. مساء الخير خويا. لاباس عليك؟ الله يحفظك ويبارك وزادي وصديقي اسامه وفقير العزيز والغالي. الله يحفظك لي الحبيب. بارك الله فيك. ذكرني بالسميه والمدينه. الله يكبر بك. هذا صوت المستمع الوفي بن خضره نور الدين وناس اليوسفيه. بن خضره وناس اليوسفيه. مرحبا بك بن خضره ونور الدين. كلشي بخير؟ كيدير الناس اليوسفيه؟ الله يحفظك. تحياتي واحترامي لك اخويا اسامه وتبارك الله عليك. وغادي نتوحشوك خويا. غتغيب علينا هذه المده. غادي نتوحشوك ونتمنى لك عطله سعيده. مرحبا ان شاء الله. اعطيني حاتم عمور. معك حاتم عمور. خويا حاتم عمور شحال بغيتي؟ رابعه. لا عندنا غير حاتم عمور واحد. خويا حاتم اش اخبارك؟ الله يحفظك. الله يكبر بك استاذي. تحيه لك وتبارك الله عليك. وكنتمنى لك عيد الله يحفظك. عيد ميلاد سعيد طول عمرك ان شاء الله وبمزيد من التألق والنجاح. ونتمنى لك ديما البوز وديما تكون الفوق الفوق. وتبارك الله عليك فنان متألق زوين. أغاني ديالك في المستوى كلمات رائعة وما شاء الله عليك. ونتمناك ديما في القمة. وأنا الأول وحاتم ديما الأول إن شاء الله. وخطر. وتبارك الله عليك لا ديال يما لا ديال بالي ولا ديال بنت بلادي. وتبارك الله عليك ما كاين ما نقولوا. فيف ماروك وكاع الاغاني ديالك صراحه كنحبوهم. وانا من لي فان ديالك لا في اليوتيوب لا في فيسبوك لا في الانستغرام. ما شاء الله عليك انت رائع ولا لا يخصك اسيدي اسامه. وتبارك الله عليك. مرحبا بك اخويا بن خضره. الله يكبر فيك. وتحيه لحاتم عمور. كنتمنى يا حاتم ما بينا نسمع منك شي حاجه واخا غير عبر التليفون شي حاجه تقدم لنا شي مقطع قصير من اغنيه يما. لا جات على طبعا غنكونوا ممنونين لك.
تعالوا يا سيدي نعاود لكم لافير قلبي يعشق فاطمة قريبا قريبا ندير هات الصالي وهب الليالي يا انا ويا عما ويا عما زين الزين زين ديالي برافو عليك شكرا لك ابن خضرا غادي ناخذ اخر مكالمه وغادي نختموا نيس بالاغنيه ديالي يما ديال الفنان حاتم عمر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سما لاباس عليك الحبيب كلشي بخير؟ سما وفقير القلب الكبير الله يحفظك ليا الحبيب سي سما بخير الله يحفظك بارك الله فيك. تحياتي للطاقم التقني وتحياتي للساده المستمعين ديال ام اف ام الرباعيه وتحياتي لخويا حاتم عمر. ها هو معاك الله يبارك فيك سيدي. كي راك سيدي حاتم مزيان؟ انا من المعجبين ديالك سيدي حاتم. شرف ليك معك العربي ميسور حيك للجنوبي ميسور راه عندك هذا ياك حاتم راه عندنا العربي دوز 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 اش حاتم فين راك؟ انا خويا وقف مع الجمعيه واش هاد الليله غتجي ولا غدا ان شاء الله؟ اليوم كاين حاتم اليوم ان شاء الله احنا معك اخويا حاتم. مرحبا بك ميسور. مرحبا بك ميسور. الله يحفظك كاين الصاد ميسور بزاف العربي. نعم وكاين الصاد شويه دابا شويه الجو مزيان دابا مزيان دابا كيبرد ولكن لا دابا صافي راه شويه العشيه راه مزيانه اخويا حاتم. مرحبا بك نهار كبير هذا بالعكس الله يلا مدينه جميله. شكرا بارك الله. مرحبا بكم اخويا كاع اللي جاو عندنا المهرجان مرحبا بهم. الله يحفظك تحياتي لك. نعم مرحبا بك اليوم بالليل ان شاء الله. شكرا اخويا حاتم الله يحفظك وعيد ميلاد سعيد اخويا. يلا تبارك الله عليك العربي يلا تبارك الله. الى اللقاء السلام عليكم با حاتم. هذه مفاجاه يعني مستمعي الكرام تواصلوا معك مباشره اسامه كليير دو توا وكتجهز وكدائما متالق ميرسي بوكو اخويا دائما تكون في القمه ومازال ان شاء الله يكون هذا الاسم ديال اسامه اوسكار غادي يعطيك كثير ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك خويا حاتم يمكنك تذكر مره اخرى اليوم السهره معاش بالضبط وقيت اللي غتكون فيها ان شاء الله. فوالا مدينه ميسور لاول مره حاتم عمر مهرجان ميسور غادي نتاع الساعه 9:30. مرحبا بكاع الناس ديال ميسور وانا جات لي اعطاء في الانستغرام في الفيسبوك وفي الميساج الناس جايين من فاس وجايين من بولمان باش يحضروا اليوم هذا شرف كبير ليا. مرحبا بكم وان شاء الله غاشوفوا كل جديد على انستغرام ديال حاتم عمر دائما. شكرا امام فهم شكرا لك صديق اخي والحبيب حاتم عمور وبالتوفيق ان شاء الله في هذه الليله هذه ليك ولجميع الفنانه وتحيتنا لجميع لي فانز ديال خويا حاتم عمور. غادي نختموا هذه المكالمه وهذا العيد ميلاد باغنيه ديال خويا حتيم يما مباشره الامواج اذاعه العين المغربي بامتياز اذاعه يلا تبارك الله. الى اللقاء السلام عليكم با حاتم. هذه مفاجاه يعني مستمعي الكرام تواصلوا معك مباشره اسامه كليير دو توا وكتجهز وكدائما متالق ميرسي بوكو خويا دائما تكون في القمه ومازال ان شاء الله يكون هذا الاسم ديال اسامه اوسكار غادي يعطيك كثير ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك خويا حاتم يمكنك تذكر مره اخرى اليوم السهره معاش بالضبط وقيت اللي غتكون فيها ان شاء الله. فوالا مدينه ميسور لاول مره حاتم عمر مهرجان ميسور غادي نتاع الساعه 9:30. مرحبا بكاع الناس ديال ميسور وانا جات لي اعطاء في الانستغرام في الفيسبوك وفي الميساج الناس جايين من فاس وجايين من بولمان باش يحضروا اليوم هذا شرف كبير ليا. مرحبا بكم وان شاء الله غاشوفوا كل جديد على انستغرام ديال حاتم عمر شوفوا كاع التطورات ديال حاتم عمر دائما. شكرا امام فهم شكرا لكم افكار دمتم متعلقا يا صديقي. شكرا لك صديق واخي والحبيب حاتم عمور وبالتوفيق ان شاء الله في هذه الليله هذه ليك ولجميع الفنانه وتحيتنا لجميع لي فانز ديال خويا حاتم عمور. غادي نختموا هذه المكالمه وهذا العيد ميلاد باغنيه ديال خويا حاتم يما مباشره الامواج اذاعه العين المغربي بامتياز اذاعه ام اف ام. معكم حاتم عمور حتى انا كنهدي الاغاني ديالي المستمعين.